الرجيم هم الذين يشتغلون بخدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض وما فيهن. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وصفيك ونجيك وخليلك وكليمك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا عليم يا حليم، يا علي يا عظيم. اللهم اغفر لعبدك صلاح غانم وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. اللهم اغفر لعبدك صلاح ولولديه وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، وأعذهم من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم إنهم في ذمتك وحبل جوارك، فقهم فتنة القبر وعذاب القبر، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر لهم وارحمهم، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم عبادك أبناء عبادك احتاجوا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابهم. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم. اللهم إنهم عبادك وقد نزلوا بساحتك وأنت أكرم الأكرمين، فاللهم أكرمهم ولا تهنهم، وصلهم ولا تقطعهم، وارفعهم ولا تضعهم، وأعطهم ولا تحرمهم، وأعزهم ولا تذلهم، وأدخلهم الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، يا كريم يا وهاب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها.